أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علم الأشربة، نصل إلى الماء، مادة العضوية. والإنسان لما يشرب ماء، فالماء هو الذي يدور في الجسم. الدم نسبة الماء 90%، والحليب نسبة الماء 90%. كل المادة الحية فيها نسبة الماء تفوق 80%، بمعنى أن الجسم لا يمكن أن يهضم إلا بالماء. بمعنى إذا أكلتم ولم تشربوا الماء ستموتون، ولكن إذا لم تأكلوا فلا تحتاجوا إلى الماء، نعم أم لا؟ بمعنى أن الصائم لا يحس بالعطش. لماذا؟ لأنه لا يأكل، لأنه صائم. ولما تأكلوا تحسون بالعطش، لأن ما تأكلوا فالجسم يحتاج إلى الماء كي يحلل هذه المواد الهيدروليزيس. فالماء الذي ينزل من السماء فيه إشعاع، ولكن إشعاع ليس مضر وليس فيه أملاح. بمعنى إذا تمكنتم من أخذ هذا الماء الذي ينزل من السماء وشربتموه فهو يشفي، فهو ينزل الحصى من الكلية وينزل الكوليسترول ويقي من كثير من الأمراض. ولكن إذا وصل إلى الأرض سيتلوث، ستصيبه أملاح معدنية، ستصيبه جراثيم، ستصيبه مادة عضوية، سيصاب بكثير من الأشياء الخطيرة. فالماء لما تشربه لا يصل إلى الأمعاء إلا لما يسخن في المعدة. وإذا شربتم ماء على 4 درجات وماء كثير فسيسخن على مدة، سيؤرق المعدة. فإذا شربتموه على 36 درجة أو 37 درجة يكون أحسن، لأنه سنور مباشرة إلى الأمعاء، وآنذاك سيغسل هذا الجسم. أصحاب السكري اللي كياخذوا أنسولين لازم يقلوا من اللحوم ومن الشحوم على الخصوص. السكريات يعني طبعا تقلوا منها، ولكن اللي ما ينتبهوش لأصحاب السكري هم أنهم يأكلون لحم كثير. الخطأ الطبي أنهم يقولون لكم يجب أن اللحم أن يكون مشوي. خطأ. اللحم اللي ياخذوا ما خصكمش تاخذوه كاع نهائيا. إذا كان من الممكن إذا أخذتم لحم يكون مع المرق ويكون بزيت الزيتون يكون أحسن لأصحاب السكري. يا إخواني هذا شيء جيد، يكون لحم الإبل أحسن، يكون لحم الإبل أحسن لأصحاب السكري وليس لحم الماعز كما ينصحونكم، ويكون خبز الشعير أحسن علي ما شاء الله، وتكون بطاطا الحلوة أحسن من بطاطس. كين بطاطا وكين بطاطس، بطاطا الحلوة أحسن من بطاطس. هذه أشياء جيدة يا إخواني.